يقول السائل إني أحبك في الله، وسؤالي هو أنني تبت من جميع المعاصي الآن والحمد لله على الهداية، ولكن علي حقوق لشخص أخذتها دون علمه، وكان ذلك في زمن بعيد حيث كان الشيطان مسيطر على قلبي، والآن أريد أن أرجعها ولكن لا أستطيع مواجهة الشخص، ويصعب علي ذلك أن أعطيها إياه، فهل من طريقة أخرى؟ أرسلها إليه مع شخص، أرسلها إليه ويعطيها إياه، وإذا وصلت إليه وأخذها برئت ذمتك، أو أرسلها له بواسطة البريد أو بأي وسيلة، بأي وسيلة، أو إن كان له حساب تعرف رقم حسابه تدخلها على حسابه في البنك، المهم أنك توصلها إليه بأي وسيلة. نعم.